السلام عليكم. وسائل إعلام تونسية، وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي توفي في مناه بالسعودية بعد صراع مع البارط. وأوضح موقع موزاييك اف ام أن الرئيس الأسبق توفي في أحد مستشفيات بالسعودية بعد صراعه مع المرض. وكان منبر بن صالح محامي الرئيس التونسي الأسبق قد أكد في 12 سبتمبر الجاري أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى. وحينها قال المحامي في حديثه لإذاعة موزاييك اف ام التونسية ردا على الأخبار التي قال إن الرئيس بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية. وولد زين العابدين بن علي في 3 سبتمبر 1936 وشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة. عين زين العابدين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 وفي انقلاب غير دموي، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة وقد أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.